بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل في مادة الثقافة المالية مع طالبات السابع باء والقاعدة الإسلامية، وصلنا عند الدرس الثاني في الوحدة الثانية وهو النقود الورقية والنقود الائتمانية. في الحصة الماضية أخذنا عن النقود المعدنية، تمام، وأخذنا عن مميزاتها وأخذنا عن سلبياتها، تمام، وإذا كانت مصنوعة من ماء أو إذا كانت مصنوعة من الحجارة أو إذا كانت مصنوعة من الخشب، ما مميزاتها وما سلبياتها، تمام. اليوم راح ناخذ عن النقود الورقيه. يمكن الكل بيعرف شو عن النقود الورقيه، يعني النقود مصنوعه من الورق. والنقود الائتمانيه هاي موضوع جديد، تمام، هذا الموضوع جديد غزا العالم مع تطور التكنولوجيا، تمام. شو النقود ده مرق عليه المصطلح النقود الائتمانيه؟ لا شوي لا مرق عليك مصطلح النقود الائتمانيه؟ احكي لا لا، انا بحكي بالحياه العاميه، مرق عليك؟ لا طيب ممتاز. النقود الائتمانيه هو موضوع مهم جدا، وموضوع كمان في نفس اللحظه خطير جدا، خطير جدا بالنسبه لاقتصاد الدوله. راح نتعرف عليه هلا مع بعض وابين معنا لماذا هو خطير. النقود الورقيه اقتصرت مهنه الصيرفه. يلا حياه. أول إشي اللي أحكي الائتمانية. الورقية، نقود ورقية. اختصرت مهنة الصيرفة. الصيرفة في السابق على الاحتفاظ بنقود الأفراد بغرض المحافظة عليها وحمايتها من السرقة مقابل أجر مع مدة يتناسب الحفظ. مع مدة حفظها، ممتاز. مع ازدياد بكفي بكفي. ومع ازدياد حجم التجارة ازدادت النقود المتداولة بين الأفراد، تمام، لدى العاملين بالصيرفة الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من النقود تظل لديهم بصفة دائمة دون طلب، مما دفعهم إلى النظر في توظيف هذه الأموال غير المستخدمة واستغلالها في عمليات إقراض، إعطاء القروض ومقابل أجر، ومن ثم زيادة أرباحهم، زي ما هسه في عندنا البنوك، شركات التمويل بتعمل، يعني عندهم اموال، الاموال هاي ما تحركت، تمام. طب شو الحل فيها؟ اذا بدنا نستثمرها، كيف بدنا نستثمرها؟ من خلال الاقراض والفائده وزياده الارباح، تمام. وحتى يجذب الصرافون اصحاب الاموال للاقبال على عمليه الايداع اموالهم لديهم، لانه زمان مش زي هسه البنوك عندها مصاري، لا، زمان كان الناس تودع مصاريها عند حدا وهذا الشخص هو اللي يشغل لهم المصاري، تمام. تنازلوا عن طلب أجر نظير حفظ النقود أو بالبدايات، يعني كانوا يحتفظوا فيهن عند شخص معين بدون ما يأخذوا فائدة، بدون ما يأخذوا مرابحة في البدايات، ثم منحوا من يودع نقوده لديهم فائدة، صاروا يعطوهم مرابحة أو صاروا يعطوهم أرباح للشخص اللي بودع نقوده عند فلان. يعني مثلا أنا بودع نقودي أو بخبي نقودي عند فلان، مثلا قبل ما تظهر البنوك عند فلان، هذا كان أول شيء ما يعطيني أرباح، لأن أنا بس بدي أخبيهم، بدي أحفظهم عنده، لأنه هو شخص ثقة أو شخص أمين. ولكن مع تطور العصر اصبح صار يعطيني فائده، وصار يعطيني ارباح على النقود اللي انا مخبيها عنده لانه هو بشغلهم، وذلك مقابل ايصالات يصدرها الصراف. وبازدياد ثقه الناس في هذه الايصالات ثم تم تبادلها في السوق دون الحاجه الى اموال. يعني خلص، كيف الشيكات هسه؟ الشيكات هي زي المصاري بس ولكن ورقي، بس انه لانه صار في عندنا ثقه بالشيكات، صار عندنا ثقه بالشيكات، صرنا نعتبرها زي كانها مصاري. الشيكات هي فعلا زي المصاري، تمام. وحتى يجذب الصرافون للايداع عندهم ثم تبادلهم في السوق دون الحاجه الى صرف قيمتها ذهبا. وبذلك ظهرت اول اشكال النقود الورقيه في صوره هذه الايصالات النمطيه. يعني قبل ما تظهر النقود ورقيا كانت اول شيء معدنيه، بعدين صاروا يخبون عند شخص، والشخص هذا صار يعطيهم ايصالات عشان يحفظ لهم حقوقهم عنده، تمام. هاي الايصالات اللي هي مصنوعه من الورق صاروا يعتبروها زي النقود، وشوي شوي تطورت لحد ما ظهرت النقود الورقية اللي احنا بنشوفها هسه، تمام؟ وأصبحت تتداول من يد إلى يد، واقتصر إصدار هذه النقود على البنك المركزي المملوك للحكومة، صار في بنك مركزي يصدر هذه النقود، مش أي شخص يصدر هذه النقود، وقد تميزت هذه النقود بثبات قيمتها النسبية، وذلك لإمكانية إبدالها بالذهب في أي وقت. وبالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكها وصياغتها. يعني إذا بتلاحظوا هسه إحنا مثلا مصارينا الورقية ممكن نشتري فيها ذهب، ممكن نشتري فيها الإشي اللي بدنا إياه، محافظة على قيمتها. ولكن طب يا أستاذ، طب ما في دول حوالينا مثلا
النقود الورقية عندها يعني قيمتها ضعيفة جدا، زي دينار الليرة السورية تمام، أو الجنيه المصري، لأنه لما الدولة تفوت بحروب بقل أو بوقع الاقتصاد، أو بضعف الاقتصاد تبع الدولة، فبضعف العملة تبعتهم. العملة مرتبطة بالاقتصاد، يعني الحمد لله رب العالمين عندنا في الأردن الدينار الأردني يضاهي الدولار بقوته، يعني محافظ على قيمته من تقريبا من 23 سنة، لا مش 23 بالضبط، هي من ال 87، من 1987 97 2007 2017، يعني تقريبا من 33 سنة هو محافظ على قيمته الدينار تمام. كانت قيمته أقل وفي ال 87 ارتفع. إذن الدينار الأردني بيحافظ على قيمته من خلال محافظة الدولة على اقتصادها، محافظة الدولة على اقتصادها. الجنيه المصري ناخذ مثال، الجنيه المصري بنات، الجنيه المصري كان كل 5 جنيهات مصرية، 5 جنيهات مصرية يساوي دينار، 5 جنيهات مصرية يساوي دينار. الآن بعد ما فاتت الدولة في حرب داخلية، مصر فاتت في حرب داخلية والاقتصاد عندها ضعف، أصبح بدل 5 جنيهات يساوي دينار أصبح 24 جنيه، 24 جنيه يساوي دينار، يعني نسبة جنيه قلت أو قيمة جنيه قلت تمام بسبب ضعف الاقتصاد. وبذلك ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية، وأصبحت تتداول من يد إلى يد وتصدر من قبل الحكومة أو البنك المركزي التابع للحكومة تمام؟ تمام. إضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكها وصيغتها. يعني أكثرها، يعني أكثر تداولنا صار إحنا عندنا في الورقي مش في المعدن. أوكي في تداول في المعدن، ولكن تداول أكثر صار في الورقي. ويمكننا تعريف النقود الورقية. يا سلام، شو تعريف النقود الورقية؟ يلا آخر شيء في آخر شيء في النقود الورقية، يلا سلام. هي النقود اللي قطع من الورق خاصة تزين بنقوش خاصة وتحمل أعداد صحيحة يقابلها بالعادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون وتصدر إما عن الحكومة وإما عن هيئة تبيع لها الحكومة إصدارها لتداولها الناس. ممتازة. إذا هي قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة، يعني قطعة من ورق من نوع ورق معين تزين بنقوش خاصة. كيف عندنا مثلا احنا ال50 مزين بصورة الملك عبد الله، ال20 مزين بصورة جلالة المغفور له والحسين بن طلال، ال10 اللي هو صورة الملك طلال رحمه الله، ال5 صورة الملك عبد الله الأول أتوقع، الدينار تمام مزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة، يعني ما في ورقة مثلا 20 ونص أو دينار ونص ورقة واحدة تمام، تحمل أعدادا صحيحة ويقابلها في العادة رصيد معدني، يقابلها في العادة رصيد معدني، يعني الدينار يساوي 10 عشرات أو 10 من 10 قروش أو يساوي 20 من 5 قروش اللي هي الشلن، أو يساوي 100 قرش تمام، أو يساوي 4 أرباع أو يساوي نصفين من المعدن تمام، يحددها القانون وتصدر إما عن الحكومة أو عن هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها لتداولها الناس تمام يا بنات. آية 7. تمام. في سؤال يا عائشة؟ لا. طيب النقود الائتمانية، تفضل يا عائشة. هي نقود يتم تداولها عند قيمة أعلى من القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها هذه النقود، وفي بعض الأحيان تكون القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها نقود قليلة جدا كما هي في الحال بالنسبة إلى النقود النحاسية، لكنها مع ذلك تظل أقل من قيمتها النقدية. ممتازة. إذن هي نقود، النقود الائتمانية، النقود الائتمانية يا بنات ركزوا معي، النقود الائتمانية هي نقود يتم تداولها عند قيمة أعلى من القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها هذه النقود، وفي بعض الأحيان تكون القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها النقود قليلة جدا كما هي الحال بالنسبة للنقود النحاسية، لكنها مع ذلك تظل أقل من قيمتها النقدية. مثلا يعني النقود الائتمانية أو النقود بشكل عام، يعني مثلا لو جبنا 25 دينار، أوكي 25 دينار بنات ركزوا معي، 25 دينار 25 دينار إنصاص، 25 دينار انصاص يعني 50 قطعة من النص دينار، 50 قطعة من النص دينار مصنوعات من النحاس، أوكي
مصنوعات من النحاس. طيب تكلفة صناعة الخمسين قطعة من النحاس، تكلفة صناعة الخمسين قطعة من النحاس قديش بدها تساوي؟ يمكن بدها يمكن تكلفة صناعة 5 دنانير أو 10 دنانير، ولكن قيمتها السلعية 25، صح؟ أنتوا فهمتوا معي؟ أعيد لكم إياها. مثلا 25 دينار انصاص يعني 50 قطعة، قطعة نص، صح؟ 50 قطعة من النص مصنوعة من النحاس. طب لو بدنا نصنعهن، لو بدنا نصنعهن ال 50 قطعة، ال 50 قطعة قديش بكلفن من النحاس؟ بكلفنش 5 دنانير أو 10 دنانير، ولكن قيمتها في السوق ال 50 قطعة من النص قيمتها في السوق يساوي 25 دينار، ظلت حافظة قيمتها، قيمتها السلعية وليست قيمة صناعتها، تمام؟ وليست قيمة المادة المصنوعة منها. وصلت بنات؟ يعني الدينار، الدينار هي عبارة عن ورقة مصنوعة، تمام؟ يمكن الورقة هاي المصنوعة بتكلفش بريزة، ولكن قيمتها دينار، صح؟ وتقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية ونقود ودائع. النقود الائتمانية نقود قانونية ونقود ودائع. النقود القانونية وهي النقود الأساسية المعاصرة، النقود الأساسية المعاصرة وسميت بالنقود القانونية. لماذا؟ لماذا سميت بالنقود القانونية؟ لأنها تستمد قوتها من القانون، لأنها تستمد قوتها من قوة القانون. لماذا سميت نقود قانونية؟ قلت لكم لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولا عاما، نظرا إلى احتكار البنك المركزي حق إصدارها. يعني إذا بتتذكروا، يمكن لا يمكن ما بتتذكروا أنتم، زمان في 2002 2003 طلعوا الدينار المعدن الصغيرة، دينار صغيرة، قطعة، قطعة صغيرة هيك، تمام؟ هاي القطعة ما لاقت قبول من الناس، تمام؟ ما لاقت قبول عام ففشلت، فشلت وألغوها. إذن ماشي، استمدت قوتها من قوة القانون، وأيضا يجب أن تلقى قبولا عاما من الأفراد، يجب أن تلقى قبولا عاما من الأفراد. ونظرا إلى أن البنك المركزي هو المحتكر الوحيد الذي له الحق في إصدارها، عندنا إحنا تابعين للدولة والدولة عندها بنك مركزي هو له حق في إصدار هذه النقود القانونية. والنقود القانونية اللي هي ورقية ومعدنية، صح؟ النقود القانونية ورقية ومعدنية، حكينا عنهن. النقود القانونية ورقية ومعدنية، الورقية اللي هي مصنوعة من الورق، والمعدنية اللي هي النقود المساعدة. النقود المساعدة اللي هي نقود معدنية. في سؤال لحد هون؟ أستاذ حياة طلعت. هي بدي أدخلها. في سؤال لحد هون يا ثامن؟ يا سابع لا. عفوا؟ طيب، طيب النوع الثاني من النقود الائتمانية، حكينا النوع الأول نقود قانونية اللي هي تستمد قوتها من القانون زي النقود الورقية ونقود معدنية. النوع الثاني نقود الودائع، نقود الودائع، وتتمثل هذه النقود في المبالغ المودعة، في المبالغ المودعة في الحسابات التجارية في البنوك، في البنوك، وتكون قابلة للدفع عند الطلب. يعني النقود، النقود الودائع اللي انا بودعها في حسابي في البنك، وفي اي لحظه بروح على البنك بحكي له بدي مصاريه، بكون قابله للدفع، بعطيني اياها دغري، مش بحكي له والله هسه ما فيش مصاري، لا، هاي مش نقود ودائع. نقود الودائع اللي انت بتودعها في البنك وفي اي لحظه بتروح بدك تاخذها بتاخذها، تمام؟ وتكون قابله للدفع عند الطلب، ويمكن تحويلها من فرد لاخر، ويمكن ايضا ان احول من حساب لحساب حياه او لحساب عائشه او لحساب سلام، تمام؟ هذه نقود الودائع، نقود الودائع، وهي تمام. تودع في البنوك وتكون قابلة للصرف في أي لحظة، ويمكن تحويلها من شخص إلى آخر، يمكن تحويلها شخص إلى آخر. إن شاء الله حبيبي بنات، لا في سؤال؟ أو. في سؤال؟ لا 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 خلينا نكمل. وبذلك نجد أن نقود الودائع هي التي تكون على شكل القيود لدى البنوك، وتعطي الحق لصاحبه بالسحب عند الطلب ووسائل السحب المختلفة، الشيك أو بطاقة الصلاة في الآلي، بسحب من حسابي أو بودع في حسابي. ونرى أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بالتطور النظم الاقتصادية، يعني كانت نقود معدنية، بعدين اتطورت صارت نقود ورقية، بعدين اتطورت صارت نقود ائتمانية. نقود ائتمانية موجودة لدى البنوك، يعني النقود يعني مش ماسكينها في إيدينا، ولكن إذا طلبناها ممكن أن نأخذها مثلا من البنك، أو ممكن نحولها من شخص إلى آخر، تمام؟ أصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي باتت تؤثر في غيرها من المتغيرات الأخرى وتتأثر بها، التي والتي تشمل الإنتاج والعمل والدخل والاستهلاك والاستثمار. وإذا بتلاحظوا هسه إحنا لقدام شوي، مثلا لقدام 20 أو 25 سنة إن شاء الله، راح نبطل نتعامل في النقود الورقية، تصير كلها نقود ائتمانية، كلها نقود في البنوك. يعني هسه بدنا نشتري مثلا تليفون على النت،
خلص، وبحول من حسابي على التليفون، بحول من حسابي إلى حسابه، تمام؟ أو مثلا بشتري شغلة معين. يعني صار حتى استخدام النقود الورقية صار أقل، وهذا يضعف اقتصاد الدولة. النقود الائتمانية تضعف اقتصاد الدولة، تمام؟ تمام. في سؤال لحد هون؟ لا في سؤال؟ لا طيب ممتازة. طيب افتحوا لي على ما تعلمناه او تذكر، لان انا كنا احنا كنا قاعدين نشرح، هسه بدنا ناخذ الفائده. رجعت طلعت حياتي. هسه بتشوف ليش. يلا النقود الورقيه، النقود الورقيه، تفضل يا سلام. سلام تفضلي. قطع من ورق سلام سلام، خاص. إذا سمحتي إذا في جنب اللابتوب تليفون أو كذا ابعدي عن اللابتوب عشان بيغبش على الصوت. قطع من ورق خاصة تزين نقوش خاصة وتحمل إعداد صحيحة يقابلها في العادة رصيد مدني بنسبة خاصة يحددها القانون وتصدر إما عن الحكومة وإما عن هيئة تبيع بها الحكومة إصدارها لتداولها الناس. ممتازة. النقود الورقية وهي قطعة من ورق خاص، قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة. قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة، تمام؟ ويقابلها في العادة رصيد معدني. يعني الدينار فيه مثلا 100 قرش، يقابلها في العادة رصيد معدني، مين بيحدده؟ القانون. القانون، وتصدر إما عن الحكومة أو عن هيئة تبيح للحكومة إصدارها لتداولها الناس. طب وما هي النقود الائتمانية؟ وهي نقود يتم تداولها عند قيمة أعلى من القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها. طب ما هي النقود القانونية؟ النقود القانونية، تفضل يا عائشة. النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة وسميت النقود القانونية لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولا عاما نظرا إلى احتكار البنك المركزي حق إصدارها. مثل النقود الورقية والمسكوكات المعدنية مثل نصف الدينار وربع الدينار. إذن النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة وسميت بالنقود القانونية لأنها تستمد قوتها من قوة القانون، تستمد قوتها من قوة القانون. النقود الورقية النقود الورقية الإلزامية، النقود الورقية الإلزامية، تمام؟ وهي أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين معينة، تمام؟ تسنها السلطات التشريعية والحاكمة. طب وما هي أستاذ هاي احنا ما عندنا إياها. النقود الورقية والإلزامية؟ النقود الورقية الإلزامية. آه طب النقود المساعدة، ما عندنا إياها كمان. نقود الودائع، عندنا بس نقود الودائع والقانونية والائتمانية والورقية. الائتمانية والورقية نفس المبدأ. النقود الودائع وهي تمثل في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب زي ما شرحناها قبل شوي، ويمكن تحويلها من شخص لآخر اللي في البنوك، تمام؟ تمام يا سابع؟ تمام. في حد عنده سؤال؟ لا طيب أسئلة الدرس واجب يا سابع، والرجاء إنه تحلوا الأسئلة والحصة القادمة بنفتش عليها. أوكي أوكي يا بنات، تمام يعطيكم العافية، يعطيكم العافية.